boy face. الفولتجز الموجوده في الدايره، تمام؟
ارسم البي عامل لزايد واحد وارسم البي كاسل لزايد واحد. انيشيالي زي ما قلنا زايد واحد اوف لزايد اثنين اوف، يبقى اذا البي عامل لزايد واحد بالنسبه للريفرنس هي نفسها بي اس 1، يبقى اقدر اقول ان بي اس 1 دي هي نفسها البي انود 1، يعني الانود فولتج لزايد 1. تمام؟ طيب بالنسبه للبي كاسل لو هجاوب النقطه دي لزايد 1 هيساوي ايه بالنسبه للريفرنس؟ هو نفس الريفرنس هو الزيرو، فكاني الزيرو بتاعي ده هو البي كاسل. بالنسبه للدايت الميل لو عايزين نعمل نفس الكلام، الانود فولتج بالنسبه للريفرنس هو ماينس بي اس 2، عشان كده رحت قصرت ماينس بي اس 2، وهي نفسها البي انود بالنسبه للدايت. البي كاسل هو نفسه طيب تعال نبص كده على الريبورت البوست باب سايكل، مين من التو دايز ممكن يشتغل؟ دايز 1، لان دايز 1 الانود فولتج بتاعه البوست باب سايكل اعلى من الكاسل فولتج، اذا هو اللي ممكن يشتغل في البوست باب سايكل. بالنسبه للثاني دايز 2 هتلاقي ان الانود فولتج في البوست باب سايكل نيجاتيف بالنسبه للكاسل، يبقى اذا دايز 1 هو اللي هيشتغل في البوست باب سايكل. يبقى اللي هيوصل عندي البوست باب سايكل هو دايز 1. لما دايز 1 يشتغل هيبدا الكوندكت كارنت، الاكسبريشن بتاع الكارنت هيساوي ايه؟ تعالى نكتب هنا دي 1 دايز 1 اون، وطبعا دي 2 اوف، ويبقى الهاي اوتبوت بتاعتها بيساوي ايه؟ دايز 1 شغال، دايز 2 اوف، يعني في جاي لي فاكر سيركت برسم الالكترونيك دايركت عامله كده اهي، الدايز اللي فوق ده شغال، الدايز اللي تحت اوبن سيركت. تمام؟ انا بقول عايز ايه؟ عايز الهاي اوتبوت، فين الهاي اوتبوت اهو؟ هو ده الهاي اوتبوت، ودي زي ما قلنا هي بي اس 1، يبقى الهاي اوتبوت بيساوي بي اس 1 على الار، يبقى في البوست باب سايكل الاي اوتبوت هو بي اس 1 على الار، الار دي مجرد سكيلنج، يبقى انا هروح ارسم البي اس 1 زي ما هي كده، يبقى هو ده الاي اوتبوت في البوست باب سايكل. بس اتفقنا ان المفروض الاكسبريشن ده بيبقى فاليد طول ما دايت 1 شغال، يبقى لازم ابقى عارف دايت 1 ده هيفصل امتى، بما اني بتكلم على ريزيستيف لود يبقى دايت 1 هيفصل عند الباي. يبقى اذا الاكسبريشن الكارنت ده هو بي اس 1 على ار فاليد من 0 لحد 1. يبقى هو ده شكل، يبقى هو ده شكل الاي اوت بوت في البوست باب سايكل وبيساوي بي اس 1 على الار. تمام؟ طيب عند الباي الكارنت اللي موجود في دايز 1 ده هيبقى صفر، وبالتالي دي 1 هتيرن اوف، والانود فولتج بتاع دايل 2 النيجاتيف هاف سايكل اللي هو الجزء ده هيبقى اعلى من الكاسل فولتج، وبالتالي يشتغل دايل 2. لما يشتغل دايل 2 هتبقى الكوفرنت سيركت عامله ازاي؟ دايل 1 دلوقتي اوف، دايل 2 هو اللي موصف، ادي الاوت كارنت، ادي بي اس 2، الاي اوت ساعتها هيساوي نيجاتيف بي اس هيساوي نيجاتيف بي اس 2 على الار، يبقى الهاي اوتبوت بيساوي نيجاتيف بي اس 2 على الار. اروح ابص كده على البي اس 2 ادي دي طبعا انا قاسمها نيجاتيف بي اس 2، يبقى كاني باخد الجزء ده زي ما هو كده وارسمه على النيجاتيف باور سايد، مرسوم على الار طبعا بس مش هيفرق معايا بالشكل. تمام؟ ده شكل الاي اوتبوت. بما اني بتكلم على الريست لود يبقى البي اوتبوت من الاي اوتبوت في الار، يبقى شكل البي اوتبوت هو نفسه شكل الاي اوتبوت بالمنظر. بالتالي يبقى ده فول ويب ايه؟ فول ويب ريكتيفاير. يفرق ايه طبعا عن البريدج؟ البريدج فيه اربعه ديفايسز، هنا فيه 2 ديفايسز، 2 دايز بس، لكن طبعا محتاج ايه؟ محتاج سنتر بتاع الترانسفورم. طيب ادي شكل الدور، خلينا نرسم برضه البي انا في الكاسل واحد فيهم
ودي برضو واحدة من الحاجات اللي بتفرق من السنتر تاب ترانسفورمر او الباي بيز ريكتيفاير والبريك. دي عامل تكاسل الدايفر. الدايفر شغال فين؟ شغال في البوست باور سايكل. يبقى دي عامل تكاسل بتاعه هنا. في النيجاتيف هاف سايكل ايه اللي هيحصل؟ دايد 1 طبعا ده عامل بتاعه ده الكاسل بتاعه. دايد 1 بقى اوف كده في اس 1 ودايد 2 بقى اوف. يبقى دي عامل تكاسل ساعتها هيساوي ايه؟ بي اس 1 الانود ما ننساش من الريفرنس بتاعي. الانود بالنسبه للريفرنس هي بي اس 1. طيب الكاسود اللي هي ترنال دي بالنسبه للريفرنس نيجاتيف بي اس 2. يبقى البي انود كاسود بي اس 1 بلس بي اس 1 بلس بي اس 2 اللي هي نفسها 2 بي اس 1 لان بي اس 1 هي نفسها بي اس 2. طيب فين ال VS1؟ هذه ال VS1 تاخذ 2 VS1 يبقى الشكل بتاعها ساعتها يبقى ال VS1 بقى بيساوي ايه؟ الماكسيموم فاليو للويف فورم دي. الويف فورم دي هي 2 VS1 صح؟ تمام. يعني كأن ال VS1 بيساوي 2 بلس 2 VS1. يبقى ساعتها الماكسيموم ريفرس فولت اللي هيظهر على اي لاين من التو لاينز دول هو ضعف السكندري فولتج اللي موجود على ضعف البيك فاليو السكندري فولتج اللي بيظهر على اي كويل من التو كويلز اللي في السكندري دول. تمام. وده برضو فرق من الفروقات اللي موجوده ما بين الباي فيز وما بين البريدج. في البريدج البيك انفرس فولتج كريتنج الاي لاين من الاربعه كان بيساوي الماكسيموم فاليو للسبلاي اللي هي جاز 2 بي اس. هنا احنا بنقول ايه؟ الانترنت فولتج هي ضعف الماكسيمم فاليو للسبلاي وده طبعا هيزود سعه الديفايس شويه. تمام. طيب خلينا بقى نشوف هو بنعمل عايز ايه. اول حاجه بيقول عايز الافريج لود كارنت وعايز لارج اس فاليو للود كارنت. كامل اللي هو الكرنت اللي انا رسمته ده 1 على 5 في اس 1 ساين ثيتا على كده. الكلام ده كان بيساوي 2 جذر 2 في اس 1 على الباي. هو قايل لك ان الفي اس 1 دي 40 فولت وقايل لك ان الار دي 4 فولت. هنعوض يطلع لنا الاي دي بيساوي 9 امبير. عايز ايه تاني؟ عايز الارم اس للاوت بوت كرنت بحيث اقدر اعرف الباور اللي هتروح للبيور ريزيست بلود ده قد ايه. الهاي اوت بوت ارم اس كام؟ 0.5 جذر 2 بي اس 1 ساين ثيتا على الار. طبعا بمجرد النظر زي ما قلنا قبل كده ده هيطلع بي اس 1 على الار. بي اس 1 على الار يعني 40 على 4 يطلع 10. طبعا لو عايز تجيب الباور اللي راحت للود هي عباره عن اي ار اس سكوير في الار. طيب لو عايز تجيب الباور فيكتور بتاع السبلاي لو عايز تجيب الباور فاكتور بتاع السبلاي شوف الباور فاكتور بتاع السبلاي الباور اللي راحت للريزيستنس مقسومه على الاس بتاع السبلاي. الباور اللي راحت للريزيستنس هي الاي اوتبوت سكوير ار ام اس سكوير الار على الفولت. طبعا هنا اللي هنستخدمه هو ايه؟ هو البي برايمري في الاي برايمري ار ام اس. بما اني محتاج ان انا احسب الاي برايمري ار ام اس يبقى لازم نروح نرسم شكل الاي برايمري ده هيبقى عامل ازاي. تمام. طيب لما يكون دايد 1 شغال يبقى ده معناه ان الكرنت عندي السكند ديفايندنج خارج من الدوت
هنا طبعا لما يكون هنا الكرنت برايمري اهو بالشكل ده، فلما يكون الكرنت سكندري خارج من الدوت يبقى الكرنت البرايمري بوزيتيف. يبقى اذا لو انا عايز ارسم الكرنت البرايمري هو نفسه الكرنت السكندري لكن مقسوم على الترنز ريشيو. الكرنت السكندري هو بالشكل ده، ده هو ده نفسه البرايمري كرنت، لكن هو طبعا بي اس 1 على الار في الان. الان دي اللي هي الترنز ريشيو اللي هي بي برايمري على بي اس 1 او بي برايمري على بي اس 2 تمام، اللي هي السته. جميل. طيب النيجاتيف هاف سايكل، النيجاتيف هاف سايكل اللي شغال لايف اثنين والكرنت ماشي بالشكل ده، يعني الكرنت داخل على الدور، وبالتالي الكرنت في البرايمري يبقى نيجاتيف، الكرنت في السكندري، الكرنت في السكندري هو ده شكله، يبقى الكرنت في البرايمري من المنطقه. يبقى من هنا الباور فاكتور بتاع السبلاي يساوي ايه؟ بي اس 1 على ار واحد. ليه؟ الكرنت بتاع السبلاي بيور ساين ويف وان فيز مع البرايمري فولتج، يبقى الباور فاكتور بيساوي واحد، وده اللي قلناه سيكشن. هنا الكونفنشن ده خدته في سيركتس في ترانسفورمر، لما يكون الكرنت سكندري خارج من الدوت يبقى الكرنت البرايمري بوزيتيف. جميل. هو نفسه الكرنت السكندري لكن مقسوم على الترنز ريشيو ونفس الساين بتاعته هنا، لما لكن العكس بقى لما يكون حاصل، لما يكون الكرنت داخل على الدوت يبقى الكرنت البرايمري نيجاتيف والامبليتيود بتاعه هو امبليتيود كرنت سكندري على الترنز ريشيو. الترنز ريشيو دي اللي هي الترنز ريشيو اللي هي ام بي اللي هي بي برايمري على بي اس 1 اللي هي نفسها بي برايمري على بي اس 2 اللي هي زي ان هو قال لك ان البي برايمري 240 وبي اس 1 بيساوي بي اس 2 بيساوي 40 برضه. تمام؟ هو مش المفروض الكويل بيعمل فيز شيفت زي ما هو ليه هنا ما عملش فيز شيفت؟ احنا هنا اهملنا الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر. صح زي ما انت بتقول صح، في فيز شيفت ما بين الانبوت والاوتبوت، لكن الكلام ده لو احنا بنتكلم على النون ايديال ترانسفورمر، لكن ايديال ترانسفورمر احنا بنعتبر الامبيدنس بتاعته بزيرو. حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ Feeding of LLO, single phase half wave control rectifier, was single thyristor, and we feed our LLO by LLO structure. هو قال لي ان قيمة ال R ب 100 اوم وان ال L 150 ملي هنري، السبلاي فولتج 220 فولت 50 هرتز، وقال ان الالفا 45 ملي. طبعا هنا زي ما قلنا برضو عشان نعرف الشيرستو ده امتى بيبقى فورورد بايس، وبالتالي امتى اقدر اديله فايرنج باص عشان يشتغل، اشوف البي انود والبي كاسود. البي انود هو البي اس، البي كاسود زيرو، يبقى البي انود تو كاسود هو نفسه السبلاي بوت. هو الشيرستو ده مش مقدرش السكشن اللي فات. الشيرستو ده زي الطايب بالظبط، بيشتغل لما يكون فورورد بايس بلس ان انت اديت له تريجر بالص ما بين الجيك والكاسود. اللايت بمجرد ما يبقى فورورد بايس بيترن اون بيشتغل صح؟ اه. هنا سيرفتور ممكن يبقى فورورد بايس يعني البي انود اعلى من البي كاثود لكن اوف. ليه؟ لانك انت ما تدوش بلصايه بين الجيت والكاثود. لما ياخد بلصايه بين الجيت والكاثود وهو فورورد بايس يشتغل يترن اون ويبقى زي اللايت بالظبط. هيترن اوف امتى؟ نفس الكونديشن بتاع اللايت لما الكرنت اللي فيه يبقى بصفر. خلاص كده؟ اه.
بس هو الفرق ما بينه وما بين الدايل ان انت بتقدر تكنترول اللحظه اللي هو بيطير من فيها عن طريق التوصيل اللي بين الجيك والكاسه. جميل؟ طيب يبقى هي لازمته. يعني لو انت اديته بصايه هنا وسبت البصايه دي موجوده على طول من غير ما تشيلها يبقى هو ايه لازمته الدايره؟ انيبل زي ما انت عايز ماشي، لكن ديسيبل زي ما انت عايز لا، لان اللي بيحدد هو امتى بيترن اوف الكرنت اللي فيه يبقى صفر. يعني لو انت حتى مدي بصايه بين الجيت والكاسل والكرنت اللي فيه نزل عن حاجه اسمها اللاتش، نزل عن حاجه اسمها الهولدنج فاليو اللي احنا بنعتبرها بزيرو، هو هيترن اوف. تمام؟ هو عشان يقوم لازم يبقى فورورد باس تديله انت بصايه. البصايه دي مدتها قد ايه؟ تفضل سايبها زي ما قلت السكشن اللي فات لحد ما الكرنت اللي فيه يوصل لحاجه اسمها اللاتشنج فاليو. اللاتشنج فاليو دي ممكن تبقى بالمايكرو امبير او بالنانو امبير على حسب الديفايس. هتيجي اثنين صغيره قوي كده بالنسبه للتيارات اللي احنا بنتعامل معاها، فاحنا بنعتبر ان اللاتشنج كرنت والهولدنج كرنت بصفار. بمعنى ان يترن اوف لما الكرنت فيه يبقى بصفر، ويترن اون اول ما يكون اول ما يبقى فورورد باس وتديله بصايه من الجيت وكده. خلاص؟ طيب في البوست الراب سايكل زي ما هو واضح اقدر اجيب بصايه في الرينج من 0 5 يترن اون عندي. يترن اون ليه؟ لان البوست الراب سايكل كلها هو فورورد باس. تمام؟ اه بيقول لي انا بديله بصايه عن 45 يبقى عندي الالفا 45 اديت بصايه عشان يترن اون. هيبدا يترن اون والكوندكت كارنت، والكارنت لازم هيبدا من الزيرو. تمام؟ ده الدكت بلوك سيرسته بكام اوف، وبالتالي الكرنت كام بزيرو. لما سيرسته يترن اون لازم الكرنت يبدا من زيرو، لان ما ينفعش الكرنت يتغير انستنتينيوسلي في الدكت. تمام؟ فالكرنت هيبدا من الزيرو، ما ينفعش يحصل فيه ستيدي تشينج، وهيطلع ببروفايل معين. البروفايل ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ على حسب بقى الكرنت اكسبريشن اللي عندي. اجيب الكرنت اكسبريشن ازاي؟ ادي الكورنر سيركت سيرسته اون، وادي ار ال، وادي السبلاي بتاعي. السبلاي بتاعي لو جاز 2 في اس ساين تي. الكرنت اللي ماشي هنا عباره عن ار ال لود زي ما انتم عارفين، في ستيدي ستيت كومبوننت وفي ترانزيت كومبوننت. ترانزيت كومبوننت دي بتتعمل ليه؟ بتتعمل عشان تمنع الكرنت اللي في الاندكتور انه انيشيالي يحصل فيه ستيب تشينج. تمام؟ يعني انت لو بتكونسيدر بس الستيدي ستيت كومبوننت، المفروض الكرنت ده هيلاج الفولتج مقدار قد ايه؟ بمقدار الفور فاكتور انجل لود اللي هو الباي، لو كان ان اس اوميجا ال على صح؟ فده معناه ان عند الالفا اللي هي اللحظه اللي انت بتكلم فيها السيرستور هيبقى في ستيب تشينج في الكرنت لانه كان بزيرو وعايز يبقى بالفاليو ريسبوندنج للستيدي ستيت عند الالفا، صح كده؟ فعشان كده لازم تتوجد الترانزيت كومبوننت بحيث ان عند اللحظه اللي تقفل فيها السيرستور ده الكرنت هنا يبقى بزيرو. جميل؟ يبقى احنا متخيلين ان الاوتبوت كرنت ده موازون كومبوننتس، كومبوننت ترانزيت وكومبوننت ستيدي ستيت. كومبوننت ترانزيت دايما بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها اكسبوننشال بالديكي. تمام؟ كومبوننت ستيدي ستيت زي ما انتم عارفين هيبقى عباره عن جاز 2 بي اس على زد ساين ثيتا ماينس باي. ترانزيت كومبوننت هي اي بي اس ماينس ثيتا تتعمل باي. تمام؟ طيب هجيب الاي ده ازاي؟ عن طريق الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن بيقول ايه؟ انت قفلت السويتش ده امتى؟ عند الالفا صح؟ يبقى اي اوتبوت اوف الفا المفروض يكون مساوي زيرو. يبقى عشان اجيب الاي حط ثيتا باي. يبقى عشان اجيب الـ A استخدم الـ Initial Condition. أولا الـ I output ألفا لازم يكون بيساوي زيرو. أقعد في الـ Expression ده يبقى زيرو بيساوي جذر 2 دي اس على زد ساين ألفا ماينس باي بلس إيه إيه ذا باور ماينس ثيتا بألفا وتام باي. هات الـ A من الـ Equation دي وعوض بيه هنا تلاقي اكسبريشن الكرنت بالشكل ده جذر 2 في اس على زد
sine theta minus pi minus sine alpha minus pi e to the power minus theta minus alpha. يبقى ده كده شاب الكرنت ده الاكسبريشن بتاع الكرنت اللي هيمشي عندي كله وهو ده اللي انا المفروض اخده ارسمه من عند الالفا لحد البيتا. البيتا اللي هي الكاتب انجل الانجل اللي الكرنت عندها هيبقى ارسمه كده تمام. تاني الاكسبريشن الكرنت دوت فاليد عندي لحد من اللحظه اللي انا هاخد فيها السيرستور لحد ما السيرستور ده يتيرن اوف. السيرستور ده يتيرن اوف امتى؟ لما الكرنت اللي فيه يكون بيساوي صفر. فين الكرنت اللي فيه؟ هو نفس الاكسبريشن ده. يبقى انا هروح اشوف اللحظه او الانجل اللي عندها الكرنت ده هيبقى بصفر. يبقى هي دي اللحظه اللي الكرنت فيها الكات اوف. وليكن هي دي بيتا هي شكل الكرنت اللي عندي. سوبر امبوزد سوبر امبوزد عليها اكسبوننشال اكسبوننشال لو عايزين نرسم الاوت فولتج لما يكون السيرستو اوف الاوت فولتج زيرو ولما يكون السيرستو اون الاوت فولتج هو نفسه ادي الاوت فولتج اهو لما يكون السيرستو اون الاي اوت فولتج هو نفسه السبلاي فولتج والكلام ده في الفتره بين الفا وبيتا. يبقى انا هاخد الجزء ده بين السلاين ويف في الفتره من الفا لبيتا. شو المفروض يتم اوف لما ال V انو كذب تبقى بصفر؟ لما ايه؟ لما ال V انو كذب تقل عن لا ما ينفعش ان انت تقارن ال V انو بال V كذب وهو اون لان هو اون خلاص ال V انو كذب صفر. فانت ما ينفعش تقول لي هو هيترن اوف لما ال V انو كذب يحصل فيه مش عارف ايه. طب يحصل فيه مش عارف ايه دي انت هتعرفها ازاي اصلا اذا كان انت مشغال على ان الكوفرنت سيركت شلت السيرستور وحطيت مكانه سيركت. يبقى هنا في الحق زي ما بنقول ان الانترنال اوف كونديشن تجيبه من الكهرباء مش من بيانو كهرباء. انا فرضت بقى فرضت في اي يعني فرضت ايه؟ فرضت ان هو يعني انترنال اوف بعد بيتا لا انا اقدر اجيب البيتا هو انترنال اوف امتى لما الكهرباء فيه مفصل. انا قصدي يعني في المنطقه دي المنطقه دي الهاف سايكل هو بيقول يعني ان هو فرض المنطقه دي اي حاجه يعني مش حاجه معينه عشان خط البيتا طبعا البيتا دي انت هتحسبها لان هو هيطلب شويه حسابات على الكرنت فانت هتبقى محتاج تبقى عارف الليمتس اللي الكرنت موجود فيها الالفا والبيتا. الالفا هو الجهاز فلازم تحسب البيتا. هتحسب البيتا ازاي؟ عشان انت جبت اكسبريشن هو الكرنت هتقول ان الاي بيتا بيساوي صفر. يبقى هتشيل الثيتا من الاكسبريشن ده وتحط مكانها بيتا وتحل الكلام دوت على الاله او تحله نيوميريكالي وتجيب قيمه البيتا. معلش هي الباي هي التاني انفرس لما يجي ال على الارض. حكي بقى التاني انفرس لما يجي ال على هو الناس عارفه ان الاثنين حوالين يكون على الباي بس انا بعمل منه ان هو كويس يبقى بعد ما الكرنت يمشي في ايمج ستور في الاندكتور. نعم بيحاول يعني يمكن حاجه بيحاول يكسر اه الاندكتور في اي دايره بيحاول ان هو يكيب باس يمشي فيه الكرنت لحد ما يتشارج كل الانرجي اللي موجوده فيه. يتشارج كل الانرجي اللي موجوده فيه يعني الكرنت اللي في الاير ده بيساوي زيرو لان الانرجي ستور في الاندكتور ده نص ال اي سكوير فهتبقى بزيرو لما الكرنت يبقى بزيرو. تمام؟ خلاص الدكتور قال في البيتا ما بنحلش الاخر ما نمشي بنعمل نحطه فين كده في اليوميركلي هل في طريقه اليوميركلي لما احسب البيتا ما نحسبش يعني قال مش عايز نجيب القيمه في الاعباء. سؤالك مش كامل انا مش فاهم ده ايه المشكله البيتا هتجيبها ازاي؟ هتحل المعادله النيوميريكال ايه المشكله؟ هو قال بنعوض بقيمتين بس كفايه وخلاص خلاص. هو ممكن يكون عايز يوفر عليكم وقت الامتحان ان انتوا تحلوا دي فاتفق معاهم على حاجه ماشي مش مشكله. لكن انت عايز تحل كومبليتلي فهتحط هنا سيكا بيتا وتحل المعادله دي تجيب البيتا وانا عامل كده. تمام؟
لو انا عايز اعرف الكات اوف انجل بيتا زي ما انا لسه قايل هعوض الاكسبريشن ده عن ثيتا بيتا واساويه بالصفر يعني ساين بيتا ماينس باي ماينس ساين الفا ماينس باي يوز ماينس بيتا ماينس الفا قدام باي الكلام ده بيساوي زيرو عشان اجيب البيتا. الآلة طبعا بتحل الكلام ده وممكن انتوا تحلوني امبيريكالي تطلع البيتا بتساوي 205 ديجري يعني بتساوي 3.58 ريديان. هو في الباور بتاع الاكسبلينشن بنحط الزوايا بالريديان ولا بالريديان؟ خلي الآلة عندك على الريديان وكل الزوايا عوض عنها بالريديان. مثلا يعني الفا 45 دي لازم احولها باي على 4 بقى. بالظبط. كل الزوايا في الريديان وعوض في الاكسبريشن بالريديان. طيب هنا في نقطة، هل الاوت كارنت بيوصل للبيك فاليو قبل مين اللي بيتجوز؟ قبل الباي ليه؟ يعني اعتقد ان هو لا انا يعني انت عايز تقول ان بعد الباي الكويل هيبدا يديستشارج الانرجي. طب ليه مش قبل الباي؟ قبل الباي الكويل كان بيحاول يعني الاول كان بيحاول يعمل تاثير عكس ان هو يشكر في الجانب العكسي اللي هو الراي العادي. بعد كده لما كانت خلي بالك ان الاوت فولتج هو تو كومبوننتس، الدروب على الريزستور والفولتج الدروب على الاندكتور. طيب هو دايما هيبقى بعد الباي، هيبقى بعد الباي. طيب هي هتبقى قبل الباي ليه؟ خلينا نشوف احنا ماشي على مين بيتكلم؟ احنا ماشي على اللوز ده هيبقى هيقابل زيرو. لا سيبك من الماثماتكس، انا بتكلم في الهيبتك على الاندكتور هو اللي هيحدد القصه دي. خلينا نشوف احنا هنا عند الباي الاوت فولتج كان بيساوي ايه؟ صفر صح؟ طيب مش الاوت بوت فولتج ده بيساوي الاي اوت في الار زائد الفولتج اللي على الاندكتور؟ طب هل الاي اوت دوت هيريفرس دايركشن؟ لا هيفضل ماشي في نفس الدايركشن، فده معناه ان البولاريتي بتاعت الفولتج دروب على الريزستور هي بلس ماينس بالشكل ده صح؟ طيب بالنسبه للبولاريتي الفولتج دروب على الاندكتور احنا فاضيين ان هي بلس ماينس، بس الكلام ده قال لو الكرنت بايه؟ بيكريس يعني هو بيستور انرجي، اما لو الكرنت ده بيكريس هتلاقي البولاريتي دي بقت نيجاتيف بوزيتيف. فبما ان عند الباي الاوت بوت بقى زيرو يبقى اكيد كان الدروب على الريزيستنس بيساوي الدروب على الاندكتنس لكن عكس بعض الاشاره. عكس بعض الاشاره يعني ايه؟ يعني ده البولاريتي بتاعت البوت دروب على الاندكتور ودي البولاريتي بتاعت البوت دروب على الريزيستور. يبقى اذا الفولتج بتاع الاندكتور قلب البولاريتي بتاعته قبل الباي. ايه معنى انه قلب البولاريتي بتاعته قبل الباي؟ انه بدا يتشارج قبل الباي. تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ انه بدا يتشارج قبل الباي. يبقى اذا البيك كارنت الموجود هنا في اللود لازم يبقى قبل الباي. لان هنا الاندكتور هيبدا يتشارج لما الكارنت اللي ماشي فيه يوصل البيك فاليو وبعدين يبدا يكريس. اللحظه اللي فيها الكارنت هنا دي الدروب على الاندكتور ده بزيرو، وبعدين بعد لحظه البيك هيبدا الدروب على الاندكتور ده يريفرس البولاريتي، بدل ما كان بلس ماينس كده يبقى ماينس بلس. حلو؟ بما ان هنا التوتال دروب التوتال اوت بوت صفر يبقى ده معناه ان البي ال هي نيجاتيف الدروب على الريزيستنس بتساوي يعني البولاريتي قلبت على الاندكتور، يعني الاندكتور بدا يتشارج من قبل الوقت. خلاص؟ دايما يوصل لصفر بعد الباي، يعني دايما الفولتج يوصل لصفر بعد الباي. الفولتج بتاع الاندكتور لا بعد الباي او يعني اللي هو الاي، يعني الاي هيوصل صفر لازم يكون بعد الباي مش قبل. مالهاش علاقه بالاي، الاي دلوقتي هيوصل لزيرو بعد الباي. مفيش مشكله في دي، تمام؟ يعني احنا بنقول هو الكويل دوت بدا ريفرس دلوقتي، يعني بدا الكرنت يقل قبل الباي ولا بعد الباي؟ ده كان سؤال. هو بقى طالب ايه؟ اول حاجه عايز الكارنت اكسبريشن
جبنا الاستيميشن بتاع الكرنت. تاني حاجه اللي هو عايز الافريج لود كرنت. قبل الباي البولاريتي بتاعت الفولتج دي هيحصل فيها ريفرسال قبل الباي. هو عند الباي بيبدا الشارج لا مش الشارج قبل الباي. لا هو يوصل للقمه بتاعت الار للقمه بتاعت الفولتج. هو عند الباي يبقى ايه؟ تمام صح. طيب هو عايز ايه؟ عايز الافريج اوتبوت كارنت. الاي دي هيساوي 1 على 2 باي من كام من الالفا البيتا، عشان كده كان لازم نجيب البيتا. وبنكمل بقى الاكسبريشن اللي احنا لسه كاتبينه ده بتاع الاوت بوت. لما تعملوا الانتجريشن ده هيطلع 3D.7985. عايز ايه تاني؟ عايز الباور ابزورب باي ذا ريزيستنس. الباور اللي راحت للريزيستنس دي اي اي اوت بوت ار ام اس سكوير في الار. يبقى انا محتاج اجيب الار ام اس اوت بوت كارب. جزء التربيعي يبقى اي اوت بوت ار ام اس ثاني جزء واحد على 2 فولت كامل اوت بوت لما تعملوا التكامل ده يطلع الاي او الاي ار ام اس سكوير بيساوي 2.409 امبير سكوير. هو لازم نعمل التكاملات دي بايدينا ولا ممكن نعوض بيها على الاله؟ لو الاله عارف تعمل التكامل ده اعمله على الاله مفيش مشكله. مش مهم لا مش لازم تعمل ديفيشن يعني. يبقى ده معناه ان الباور اللي راح في الريزيستنس اي اوت ار ام اس سكوير في الار يعني 2.409 والار ملي امبير يطلع الكلام ده 42.99. بعد كده بيقول لك عايز الباور فاكتور بتاع السبلاي. يبقى الباور فاكتور في الوسع بتاع السبلاي هو الباور اللي راح في الريزيستور اللي احنا لسه حاسبينها على ال VS ال IS current. الباور اللي راحت للريزستور اهي 42.99. ال VS هو ايه 22 ال IS RMS هي جذر 2.409 يطلع الباور فاكتور 0.7457. حد عنده سؤال في المسألة دي؟ اللود بتاعي عبارة عن RE single phase of wave control. اللود بتاعي RE بيقول لك ان قيمة ال R دي بواحد أوم و ال E دي عارفينها عايزين نحسبها و السبلاي فولتج 18 فولت 50 هرتز. وبيقول لك انه لقى ان في انفرس فولتج اللي على الثيرستور ده 38 فولت وانه لقى الثيرستور ده قام 5 ملي سكند في السايكل. قال شوية حاجات قبل ما نشوف هو طالب ايه خلينا نرسم. البي ام هو البي اس البي كسر هو البي وبالتالي هو بيبقى فورورد بايز من عام دلتا لحد فاينل ماينس دلتا. انت هتديله فاينل باوس عند ام من الفا لازم تكون اكبر من الدلتا واقل من فاينل ماينس دلتا. هيبدا يترن اون عند اللحظه دي. لما يترن اون هيبقى الكرنت اللي عندي بيساوي بي اس ماينس دي على ار. يبقى كاني واخد الجزء ده من الساين ويف واعمل له ايه؟ ومشفته لمقدار ال اي. يبقى ده شكل ار من الفا لباي ماينس دلتا.
عايزين نرسم دي انا كاسل سيرستو سيرستو قام في الفتره دي يبقى دي انا كاسل زيرو كمية القطارات هو اوف يبقى البي انا دور بي اس والبي تاك دور اي يبقى البي انا في كاسل دور بي اس ماينس اي نعمل نرسم بي اس ماينس اي يا
بيجهز ال NBS يعني تيتا ماينس تي على R whole square دي زي لما تعملوا الكلام ده هتلاقوا من الاي اوتبوت ار ان اس سكوير بتساوي 26.04. بيقول لي عايز الباور فاكتور بتاع السبلاي يبقى الباور فاكتور بتاع السبلاي بيساوي البي على الاس. نحسب البي ازاي؟ هاي از واحد ريزيستنس هاي اوتبوت ار ان اس سكوير ار زائد الباور اللي راحت الباك اي ان اف هي اي الاي دي على البي اس ار ان اس والاي اس ار ان اس. كل ده معانا ده مدوني وده حسبته وده حسبته نقدر نعوض نجيب الباور فاكتور نحسبه في الباور فاكتور. حد عنده سؤال؟ خلاص ما جبنا؟ اه خلاص.